يطلع واحد تاني اسمه طارق قاسم منهم برضو عمال يعيط هو كمان ويقول دول حراميه ودول ودول ودول. هات لي يا ابني شغل لي اول فيديو. انا لست متحدثا باسم الاستاذ جمال جمل، لكن الاستاذ جمال جمل استاذي، وهو حاله تعبر عن القرف والوساخه اللي حاصله في اسطنبول، الوساخه اللي كلنا كناس محترمه او ناس مهنيه او ناس يعني اشتغلنا او كده او بتاع بنعاني منها او عشناها بقدر او باخر. فبلاش بلاش شر شحه، وبلاش يعني عيب، بطلوا قلة أدب وشهادة زور، وعشان لو المعلومات اللي بجد طلعت هتزعلوا وهتتفضحوا أكتر ما أنتم مفضوحين يا مفضوحين، وعشان اللي حصل بجد، اللي حصل فعليا سواء مع جمال أو غيره، اللي حصل فعليا لو طلع هتتفضحوا أكتر ما أنتم مفضوحين يا مفضوحين، وبجملة الفضائح، بجملة الفضائح. ده طارق قاسم الاخواني بيشتم في الاخوان، بيقول لهم انتم مفضوحين ولو طلعت اللي عندي هفضحكم. انا ما بجيبش كلام من عندي، لم اجتزي انا والله. ده حوالي ساعه وشويه، جبنا منهم حوالي كام دقيقه يعني، لان ما فيش وقت عندنا. بس زي التاني، زي ياسر العمده التاني برضه، جبنا كام، هو بكلامه هو طلع يقول لك لا انا يا عم خلاص عنك ما جيت. يا اخي اخرس، يا اخي اخرس، يا اخي تلهي، يا اخي انت. انا هقول لياسر العمده كلمه بين قوسين، ويوم القيامه نلتقي، يوم القيامه نلتقي، كفى بالمرء إثما أن تضيع من تعول، كفى بالمرء إثما أن تضيع من تعول، نقطة.